بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله على common pathogen of gastroenteritis. يهمني منهم ثلاثة بالنسبة بالنسبة للموضوع اللي معانا. هنتكلم عن ثلاث حاجات: الهيباتيتس اي فيروس، الهيباتيتس اي فيروس، والليبتوس فيروس. بالنسبة للهيباتيتس اي فيروس، من اسمه هيباتيتس اي فيروس، هو بيعمل هيباتيتس، يعني بيعمل انفلاميشن في الليفر. تمام، موجود عندنا فيروسات كتير بتأثر على الليفر، من أشهرهم عيلة الهيباتيتس سواء A أو B أو C أو D أو E. المهمني دلوقتي الهيباتيتس A فيروس. الهيباتيتس A فيروس ده رسم ليه تحت الميكروسكوب، بنقول إن هو عبارة عن RNA فيروس. الفيروسات بتتقسم يا RNA يا DNA. الهيباتيتس A فيروس RNA فيروس. العيلة بتاعته اسمها عيلة البيكو أو البيكورنا فيروس، يبقى دي العيلة الكبيرة اللي هو بينشق تحتها، اللي هو الهيباتيتس اي فيروس. تمام، بيقول لي في الشريحه هنا ان الهيومن هي الاولي ناتشرال هوست. تمام، بيوصف لي حاجات كده، ان هو بيبقى ستيبل عند اللوبي اتش، يعني بيتحمل اللوبي اتش شويه، وان هو ان اكتيفيتد، يعني بنقدر نقضي عليه بالهاي تمبريتشر، بماده الفورمالين، بالكلورين، والبويلنج بوينت لمده دقيقه، اللي هي الحاجات اللي بتموت الفيروس. يعني كلمه ان اكتيفيتد دي يعني بتموته. تمام، يبقى ده الكاتيجوري بتاعت الفيروس، ان هو RNA فيروس من عيله اسمها عيله البيكورنا. تمام، وبيأفكت مينلي الهيومن او اونلي الهيومن. طيب الهيباتيتس اي فيروس ده بيتنقل ازاي؟ كل فيروس لازم، او كل اورجانيزم بتعامل معاه، اعرف المود اوف ترانسميشن، لان عن طريق المود اوف ترانسميشن اقدر اعرف بعد كده وانا بعمل له بريفنشن اعمل بريفنشن ازاي. ان من ضمن الحاجات اللي انا عن طريقها بمنع الاصابه بيه او بعمل وقايه منه، ان انا اقطع طريقه العدوى بالنسبه له. فمن ضمنها طريقه الترانسميشن. الترانسميشن هنا مينلي فيكو اورال. يعني ايه فيكو اورال؟ يعني العيان او المريض بيجيله عن طريق الاكل والشرب، هو بياخده في الاكل والشرب، بيدخله عن طريق الجهاز الهضمي، يعني مش عن طريق الدم، عن طريق الجهاز الهضمي. تمام، طيب بيقول لي تحتها هنا ان ووتر بورن اوت بريكس، وبيقول لي بين قوسين انها انفريكوينت، يعني مش مشهوره قوي او مش بتحصل كتير قوي. بتيجي طبعا with sewage contaminated or undecolitated water، يعني لو المياه مش نظيفة. sewage contaminated اللي هي مياه الصرف الصحي اللي بتلوث مياه الشرب. تمام، لكن اهم كلمة في كلمة transmission خلاص هو كلمة فيكو اور. بيقول لي ان the close physical contact with an infectious person not cause the contact among people، لكن يعني الكونتاكت مع infectious person مش هو الاساس، لكن الفكرة كلها هو الفيكو اورال روت. يبقى لما اسالك ترانسميشن اه هيباتيتس اي فيروس، تقول لي فيكو اورال. طيب الريسك فاكتور بقى، القصه دي اللي احنا بنقول عليها، اللي ان يجي لي الفيروس زي وانا بور سانيتيشن، مفيش اهتمام بالنظافه، لاك اوف سيف ووتر، نقص في المياه الامنه او المياه النظيفه. تمام، طيب كلمه انجكتنج دراجز دي، تمام، على اساس ان انجكتنج دراجز بتقلل اميونتي بتاعه الشخص. تمام، فلما ياخد بقى الفيروس بتاعنا يبقى لايبل اكتر، ان لو الانفكشن هتدخل وتعدي، لا ده ممكن بقى يخش في كومبليكيشن بتاعه الفيروس، ما تعديش كده وخلاص. تمام، يعني دي اللي بيقولوا عليها عوامل الخطوره، ليفنج ان هاوس هولدز ان انفكتد بيرسون، لانه ليه؟ لا هيعمل اكل ولا شرب وينقله لك عن طريق الاكل والشرب ده اللي هو موجود في ايديه. تمام، being a sexual partner of someone with acute hepatitis A infection، وان كانت دي ما ثبتتش قوي قصه الانتقال عن طريق السكس، traveling to an area of high endemicity without being immunized، في اماكن بيبقى فيها المرض ده متوطن، فلو واحد مسافر للاماكن دي ومش واخد التطعيم بيبقى طبعا ده ريسك فاكتور ان يجيله المرض. لكن زي ما قلنا سابقا ان هو المين ترانسميشن هو فيكو اورال روت. طيب الساين اند سيمبتوم، الهيباتيتس اي انفكشن has four clinical phases although this don't occur in all patients. يعني ايه؟ الهيباتيتس اي انفكشن ممكن تبقى very mild infection، تمام، والعيان ما يحسش بيها خالص وتبقى asymptomatic زي ما قلنا. تمام، وممكن تبقى فيها symptom والسيمتوم تبقى GIT بس manifestation زي اي حاجة بتخش عن طريق الجهاز الهضمي، وممكن ان العدوى توصل بقى لسيفير انفكشن، وبنقول عليها حاجه اسمها فالمنت هيباتيتس، يعني العين يدخل في فشل كبدي ويبقى الموضوع سيفير قوي، ده في السيفير فورم. لكن العادي
او الكومون بيبقى في حالتين، يا اما اسيمتوماتيك مفيش عدوى عليه اظهر اعراض، اسفه مفيش اعراض ظهر عليه، او ان يبقى انفكشن عاديه على مستوى الجي اي تي. فبنقول انكيوبيشن بيريود بتاعتنا اللي هي فتره الحضانه من 15 ل 50 يوم، افريج من 28 ل 30 يعني حوالي شهر، قلنا ممكن تبقى اسيمتوماتيك. تمام. انفكتد بيرسون مي بي اكتيفلي شيدنج الفيروس ان ذا ستول، ده اللي احنا بنقول عليها بقى ان الفيروس بارتيكل بتنزل في الستول، ومن هنا كلمه فيكو اورال، فبتبقى كونتامينيتد فينجر بالفيسس اللي فيها الفيروس بارتيكل دي، وما غسلش ايده كويس ويعمل لك بقى الاكل فهينقل لك وهكذا. السكند ستيج بنقول في عندنا اللي هي بري اكتيريك، كلمه اكتيريك هنا المقصود بيها حدوث الصفره والافكشن بتاع الليفر، بري اكتيريك يعني ما حصلش صفره لسه. بيبقى فيها ايه بقى؟ بيقول لك بتقعد من سيفرال دايز لويكس. تمام. مانيفستيشن بتبقى نون سبيسيفيك سيمتوم، اغلبها هتلاقيها بقى انوركسيا، مل القيء، نوزيا، فوميتنج، القيء، ابدومينال بين، فتيج، ماليز، جسم مهمد، شويه فيفر، مايلجيا، الم عضلات، ارثرالجيا، الم في المفاصل، كف، فارنجايتس، ممكن دايريا، ممكن كونستيبيشن، شويه ارتكاريا. خلاص. يبقى الفكره هنا كلها نون سبيسيفيك سيمتوم زي اي عدوى دخلت الجسم. الجي اي تي مانيفستيشن عشان هي داخله في الجي اي تي. ويقول لك الدارك يورين لان المفروض ان مستوى الصفرا لما يبدا يزيد عندك بيبدا ينزل ماده البلوربين دي في البول وتغمق البول، يبقى لون الشاي كده. تمام. فعشان كده بقول لك دارك يورين مي بي موجود، بيبقى موجود بسبب الفيتد بلوربين ليفل. تمام. دي في المرحله اللي ما قبل الصفرا او البري اكتيريك فيز، يبقى دي المرحله اللي ما قبل الصفرا او البري اكتيريك فيز. تمام. الثيرد ستيج بقى زي ما احنا شايفين في الصوره كده اللي هي بقى ايه، خلاص الليل وش سكليرا اهي، يبقى كده دخل في مرحله الايه، الجوندس. تمام. او الصفرة يلوينج في السكين والايز، عينيه والسكين، بقى زاد مستوى البلوربين نتيجه الافكشن بتاع الليفر. تمام. تبدا بقى اقول لك المانيفستيشن اللي انت كنت بتحكي عنها في سكند ستيج تقل، يظهر بقى الافكشن بتاع الليفر، ان في انفكشن في الليفر، فالليفر بتكبر هيباتوميجال، يبقى فيه هيباتيك تندرنس يعني الم مكان الليفر لما تضغط عليها. تمام. طيب بيقول لك هو غالبا ان الاتش اي في بيجي زي ما اتفقنا، وممكن تبقى المانيفستيشن مايلد او اسيمتوماتيك او يدخل في مرحله الصفرا دي وبعد كده يسبسايد، اللي هي فاينل ستيج كونفاليسنت بيريد ديورنج ويتش البيشنت ريكفر، يبدا البيشنت يخف. بعض الحالات ودي نسبه قليله بتدخل قلنا في فالمنت هيباتايتس ان هو يقضي على الليفر تماما، ولكن من رحمه ربنا ان الحالات دي ايه، قليله. تمام. طيب احنا اتكلمنا على ال HAV واتفقنا ملخص سريع كده، ال HAV ال HAV بكورونا فيروس RNA ترانسميشن بتاعه فيكو اورال، مانيفستيشن يا اما يبقى اسيمتوماتيك يا اما يبقى مايلد مانيفستيشن، جي اي تي، نوزيا، فوميتنج، ابدومينال بين، شويه كونستيبيشن، ممكن شويه ضهريه. نخش بعد كده في مرحله ممكن يحصل بقى مرحله الاكتروس او الجوندس، يصفر الجلد ويبقى فيه هيباتوميجال هيباتيك تندرس، وممكن وبعد كده العين يخش في مرحله الكونفاليسنس ويخف. يبقى هي مراحل، ممكن يمر في مرحله ما يخشش في التانية على حسب الفيروس لود وعلى حسب الاميونتي بتاعت الشخص ده. طيب اشخصه ازاي بقى؟ تشخيص الكلينيكال بالكلينيكال داتا اللي احنا اتفقنا عليها. طيب التشخيص بقى اللابوراتي هو اللي يهمني. عندي في التشخيص اللابوراتي احنا لسه قايلين ان البيشنت بيشد الفيروس بارتيكل في الستول، فممكن اعمل ديتكشن للفيروس بارتيكل بتاعتنا ال HAV. تمام. في الستول اللي هو اسمه فيكال HAV. خلاص. الحاجة التانية عندي اتنين اميونوجلوبين IgM و IgG. ال IgM ده بيبقى في حالة ال acute infection يعني ال early infection indicator ان في early infection و active infection acute infection. خلاص. early لانه بيظهر early في ال infection. خلاص. وبعد كده يبدأ ايه، بعد الاكسبو ويكس من الاكسبوجر تلاقي مستواه بدا يقل بقى، يبقى كده خلاص بقى بيقل، يبقى كده العدوى ايه، بتسبسايد وبتختفي والعيان ده كان ايفيدنس. تمام. اما العيان ده في الاواخر بقى خلاص من الحاله. اما الاي جي جي ده بتاع الايه، بيبدا يظهر مستواه بس بيبقى صغير قوي للديتكشن ويزيد شويه مع الوقت، يقول لك ايه العيان ده كان عنده انفكشن قبل كده، ده زي بروتكتيف انتي بودي الاي جي جي. انما الاي جي ام هو الاكتيف انفكشن، اي جي ام اجينست ايه الاتش اي فيروس هو اللي يهمني، زائد الديتكشن زي ما اتفقنا في الستول، زائد ان انا بقى لو عملت ليفر انزايم والاقي الليفر كانت افكتد، هلاقي الليفر انزايم اللي هي الالانين ترانسامينيز الاي ال تي،
تمام. والاي اس تي اللي اسمهم الليفر انزيم هلاقيهم اليفيتد، وممكن الاقي مستوى البيلوربين طبعا عالي لو الليفر افكتد. تمام، ده بالنسبه لي ده شكل بيوضح لي الدايجنوزس اللابوراتوري للهيباتيتس اي فايروس. طب البريفنشن زي ما اتفقنا الوقايه، اشوف الفيروس بيتنقل ازاي واقطع السكه عليه، احسن النظافه، احسن الاكل اللي انا باكله، الفود سيفتي. واهم قصه معانا هنا بقى ان من رحمه ربنا ان احنا قدرنا نوصل لفاكسين للهيباتيتس اي. تمام، يبقى الحاجات دي اسمها ايه، سانيتيشن اللي هي سيف ووتر سبلاي، بوفر ديسبوزال للستيرج المجاري والحاجات دي، اهتمام بالهايجين زي الهاند ووشنج زي ما اتفقنا عشان كلمه الفيكو اورال روت. الهيباتيتس اي فاكسين، سيفرال هيباتيتس اي فاكسين ار افيلبل. تمام، no vaccine is licensed for children younger than 1 year of age. Nearly 100% of people develop protective level antibodies to the virus within 1 month after single dose of the vaccine. ده فاكسين افكتيف جدا. تمام، وزي ما اتفقنا موجود في 100% من الناس بروتكت اللي بياخدوه بيبروديوس بروتكتيف ليفل من الانتي بوديز ضد الفيروس. والفاكسين ده بيبقى مش ليفل اتنويتد، يعني مش حاجه مضاعف، لا ده بيبقى inactivated vaccine، يعني مفيش خوف منه ان انا ادي للناس اللي مناعتها فيها مشكله لانه مش حي مضاعف. تمام، ده الهيباتيتس اي فاكسين من الفاكسينز الكويسه جدا واللي ليها بروتكشن عاليه قوي. السكند ستيج بنقول في عندنا اللي هي بري اكتريك. كلمه اكتريك هنا المقصود بيها حدوث الصفره والافكشن بتاع الليفر. بيكتبك يعني ما حصلش صفره لسه. بيبقى فيها ايه بقى، بيقول لك بتقعد من سيفرال دايز لويكس. تمام، مانيفيستاشن بتبقى نون سبيسيفيك سيمتوم، اغلبها هتلاقيها بقى انوركسيا، مل القيء، نوزيا، فوميتنج، قيء، ابدومينال بين، فاتيج، ماليز، جسم مهمد، شويه فيفر، مايلجيا، الم عضلات، ارثرالجيا، الم في المفاصل، كف، فارنجايتس، ممكن دايريا، ممكن كونستيبيشن، شويه ارتكاريا. خلاص، يبقى الفكره هنا كلها نون سبيسيفيك سيمتوم زي اي عدوى دخلت الجسم. الجي اي تي مانيفيستيشن عشان هي داخله في الجي اي تي. ويقول لك الدارك يورين، فبنقول الترانسميشن اهو في كوورال المود اوف ترانسميشن. طيب الكلينيكال برزنتيشن، الهيباتيتس اي فيروس مينلي بيتنقل في شكل او بيحدث في شكل اكيوت انفكشن، ما فيهوش الشكل الكرونيك او الشكل المزمن. الانكيوبيشن بيوت بتاعته حوالي من 2 ل 6 اسابيع. تمام، قريبه طبعا زي الهيباتيتس اي فيروس زي ما اتفقنا، مفيش عنا كرونيك يعني مفيش حاله مزمنه. المورتاليتي از هاي فين، في البريجننت فيميل. ليه؟ لان البريجننت فيميل مالها بتوصل 20%، لان البريجننت فيميل اميونو كومبرومايز زي ما اتفقنا في الهيباتيتس اي فيروس اللي كنا بنتكلم عنه، ممكن الحاله تبقى سيمتوماتيك او جي اي تي مانيفيستيشن او يدخل في فال من الهيباتيتس لو الفيروس لود اللي جايله كبير او هو كان اميونو كومبرومايز او في مشكله في المناعه. هنا برده نفس القصه، لان البريجننت فيميل هاي ريسك لانها الاميونيتي بتاعتها ضعيفه بسبب البريجنانسي. طيب التشخيص بتاعه، التشخيص بتاعه بسيط ملي، ان انا اعمل ديتكشن للاي جي ام والاي جي جي انتي بودي زي ما قلنا قبل كده في الاتش اي في. هنا برده نفس الحكايه، في اي جي ام سبيسيفيك واي جي جي، او ان انا اعمل ديتكشن برده للفايرال بارتيكل. تمام، في الاستول بتاع الانفكتد بيشن، لان اتفقنا ان انا باخده ايه، فيكو اورال. ده الهيباتيتس اي فايروس. manifestation برضو زي ما قلنا في clinical presentation انها acute infection، فبتيجي برضو في شكل ايه، جي اي تي manifestation، myalgia، arthralgia، fatigue، abdominal pain، nausea، vomiting، لان transmission فيكو اول. ده بالنسبة للهيباتيتس اي فيروس. تمام كده اتكلمنا على اتنين من الفيروسات المهمين واللي بيعملوا جي اي تي manifestation، اللي هم الهيباتيتس اي فيروس والهيباتيتس اي فيروس. دي كانت فيروسات. دلوقتي بقى هنتكلم على نوع من البكتيريا بتعمل برضه جي اي تي مانيفستيشن اسمها ليبتوس بايرا اكتيرو هيموراجيا. خلاص، او بتعمل ديزيز تاني بنقول عليه، او الديزيز اسمه فايرال ديزيز، او اسم تاني ليبتوس بايروزس، او اسم انفكشوس جوندس. من كلمه انفكشوس جوندس دي بقى انا استنتجت ان في افكشن للليفر، يعني في هيباتيتس. طيب الاورجانيزم بتاعنا اسمه ليبتوس بايرا. تمام، ده اورجانيزم من ضمن عائله السبايروكيت. اورجانيزم بيبقى شكله حلزوني كده، شكله سبايرال كده،
هي عيله ماس بايوكيد من ضمنها الليبتوس بايو ده. فبيوصفهولي بيقولي ان هو بيبقى ثن هايلي كويلد يعني ملفوف على نفسه وموتايل بكتيري ومتقسم على مستوى السيولوجي بقى والانتيجينات بتاعته لاكتر من 200 نوع. تمام، ايه بقى الدايره اللي انا فيها دي؟ الدايره دي بتقولي ان الليبتوس بايو بتيجي للبني ادم باكسيدنتال انفكشن، يعني هي عايشه حياتها في حيوانات معينه ميلي رودنت اللي هي عيله بقى الفيران الوايلد ماملز. بتيجي الليبتوس بايو دي عايشه في البيئه كده بتخش جوه الحيوانات دي، الحيوانات دي بتاخدها وتتكاثر جواها وبتعيش، وتيجي تروح بقى الحيوانات دي تعمل لها اكسكريشن في اليورين بتاعها، يعني بتنزل في اليورين بتاع الحيوانات. طيب اليورين بتاع الحيوانات ده بقى يروح يلوث لي ايه؟ يلوث لي ميه، تمام، يلوث لي مثلا اي حاجه من الحاجات اللي ممكن الانسان يجي ان كونتاكت معاها. تمام، الناس اللي شغالين في السيوج في المجاري وميه المجاري دي ملوثه بالاكسكريتا واليورين اللي فيه الاورجانيزم ده، خلاص يتعرضوا للكونتامينيتد ووتر دي تروح جايه لهم الانفكشن. الناس اللي المزارعين بيتعرضوا لميه برده كونتامينيتد بالقصه دي تجي لهم الانفكشن. الناس اللي بتعوم في ميه كونتامينيتد يبقى دي كلها اسمها ريسك فاكتور بلانتنج. الناس اللي هم قلنا الفيشنج الباثنج في ميه مش نظيفه ويروحوا متعرضين بقى للايه للكونتامينيتد ووتر باليورين اللي فيه الاورجانيزم ده وتجي لهم الايه الانفكشن. او ممكن عن طريق برده ان هم بياخدوها ايه تخش من ابريجن في السكين فاتحه في الجلد، بعد ممكن الميه دي هيبلعها ويخش عن طريق الجي اي تي. تمام، المهم ان البني ادم بيبقى اكسيدنتال افكتد في القصه دي. طيب الكلينيكال كريتيريا بقى المانيفيستيشن، اتعرض البني ادم بقى للسورس اوف انفكشن ده، يجي له بقى زي ما اتفقنا ايه هيستوري فيفر وذن الباست 2 ويكس اند ات ليست 2 اوف ذا فولوينج كلينيكال فايندينج، يعني معاه فيفر وشويه ايه بقى مايلج الم في العضلات هيدك الجوندس بقى لان قلنا بيحصل افكشن ليفر هيباتايتس الكونجنكتيفا تلاقيها متاثره وفيها زي كونجيشن كده. تمام، يظهر له وش في الجسم او ممكن يوصل بقى ان الاورجانيزم يمشي في الدم ويعمل يوصل لمنجيت يعمل اسيبتك منجيتس. تمام، الجي اي تي سيمتوم ابدومينال بين نوزيا فوميتنج دايري ممكن يوصل لللنج. تمام، وبيعمل نمونيا في اللنج التهاب في الـ في الـ في الـ في اللنج البيولاي، فبالتالي بقى لو التهاب رئوي يبقى فيه كف وهيموبتسيس يكح دم ياثر على الهارت. في الحالات السيفير يروح للكيدني ويأثر على الجلوميرولاي بتاعه الكيدني اللي هي الشرايط الدمويه بتاعه الكيدني اللي بتفلتر لك الدم وبتكون البول والحاجات دي، خش العيان بقى في انيوريا او اولوجوريا يعني مفيش بول او انيوريا يفقد بقى البول في الفشل خالص، يروح ياثر على الانتستين ويعمل فيها ايه برده ياثر على الكابيلاريز والشعيرات الدمويه اللي هناك ويعمل يعمل انتستينال هيموريدج. في اللنج برده يعمل بالموناري هيموريدج، يبقى بيأثر ايه ده في الحالات بقى السيفير. تمام، في الحالات السيفير فورم خلاص، يبقى الفكره فيفر ومعاه مانيفستيشن عاديه مايالجيا جي اي تي مانيفستيشن. الفكره بقى انه بيروح ياثر على الليفر وبيأثر على اللنج، بيحب الاثنين النسيجين دول قوي، يعمل لك الهيباتايتس السبب في الجوندس عشان كده قلنا اسمه انفكشن جوندس، وياثر على اللنج ويعمل لك برده نيمونيا. تمام، التشخيص بتاع الاورجانيزم ده بنقول الاورجانيزم موجود في البلد، احنا قلنا بيوصل للبلد وبيوصل للسي اس اف. تمام، during the first week of fever and is excreted in urine from the second week onward. عايزين بس نوضح النقطه دي، الاورجانيزم دلوقتي انا خدته تمام واتيفر بقى الطريقه اللي انا اتعرضت له بيها في السايكل اللي احنا قلنا عليها والريسك فاكتور دي، وصل عندي للدم، لما بيوصل للدم والبيشنت عنده فيفر لو سحبت عين الدم ودورت على الاورجانيزم هلاقيه، لما يوصل للسي اس اف في المنجايس اللي احنا قلنا عليها واسحب عين السي اس اف وادور على الاورجانيزم هلاقيه. تمام، الاورجانيزم ده من اللي بياخد صبغه الفلوريسنت ومن عيله الاسبايوكيت اللي بشوفها بميكروسكوب اسمه الدارك جراوند مايكروسكوب اوبليك الومينيشن كده بوجهها على الاورجانيزم يبان منور كده على خلفيه صمت واخد شكل الاسبايرال ده او شكل الحلزوني او شكل حرف الاس اللي احنا اتفقنا عليه. تمام، ده في اثناء الاسبوع الاول، خلص رحلته في الدم وراح بقى استقر بعد كده فين في الحته اللي بيحبها والنسيج اللي بيحبه وافكشن للكيدني
يبدأ بقى ينزل في اليورين. لو سحبت لما ياخد عينة يورين من العيان اقول له جيب عينة يورين وافحصها الاقي بقى فيها الاورجانيزم لما يوصل للايه للكلى. يبقى في المرحلة الاولانية اللي هي الفيرست ويك من الفيفر اللي موجودة هو موجود في الدم او في السي سيف. في المرحلة الثانية في السكند ويك ادور في عينة اليورين. لو انا سسبكت بقى زي ما اتفقنا ان واحد شغال في المجاري، واحد قال لي اداني هيستوري انه بيسبح في المايه المش نظيفه ديت، الفلاح اللي بيتعامل مع المايه اللي ممكن تكون كونتامينيتد بالاكسكريتا بتاعه الانيمالز دي، تمام، اللي هم الناس لما اتفقنا الهاي ريسك للقصه دي، تمام. واخد ده بقى اعمل بقى منه افلام من البلد او من اليورين. فيشن ديبوزيت يعني ايه؟ انا باخد عينه اليورين وبدورها في جهاز اسمه سنتريفيوج، بتتقسم لجزئين، جزء فوق كده اسمه سوبرنيتن فبستخدموش، وجزء تحت ديبوزيت ده اللي باخده افرده بقى على الشريحه. ليه الهدف من السنتريفيوج ده؟ ان انا اركز العينه اكتر فاقدر اركز الاورجانيزم اكتر عشان اعرف اشوفه. واتفقنا يا اما اشوفه بالدارك جراوند ميكروسكوب يا اما اصبغه بصبغه الفلوريسنت. برده لو الاورجانيزم موجود بجيب حاجه اسمها صبغه الفلوريسنت داي وماسك فيها الانتي بودي، يعني انتي بودي ماسك فيه الفلوريسنت داي، لا الانتيجين بتاعه لا الاورجانيزم بتاعه، يمسك الانتيجين مع الانتي بودي والفلوريسنت بتاعنا ينور واشوف الايه الاضاءه تحت الفلوريسنت ميكروسكوب الحتت المنوره دي فيها الاورجانيزم بتاعنا. وطبعا مستخدم السبيسيفيك انتي بودي بتاعه. او الاحسن بقى والاسرع ان انا اعمل البي سي ار. لو الحاله بقى سي في وانا لازم اعمل رابيد ديتكشن يبقى استخدم البي سي ار، وده جولد ستاندرد لان هديتكت الدي ان ايه بتاع الاورجانيزم. بس طبعا زي ما اتفقنا المشكله في البي سي ار اللي هو الايه البادجت، الموضوع كوست، تمام. فبالتالي انا بشتغل بالحاجات اللي في الاول اللي ممكن توصل لي التشخيص طالما ان، وبعد كده لو مفيش بلجأ بقى للجولد ستاندرد بتاعنا اللي هو البي سي ار اللي هو هيمسك الاورجانيزم اقول له ده الدي ان ايه بتاعك زي بطاقه الشخصيه بتاعتنا كده، زي فصيله الايه زي بصمه الفينجر بتاعه البني ادم. البي سي ار بيدور على الدي ان ايه بتاع الاورجانيزم ده، فبيبقى هايلي سبيسيفيك وهايلي ريكومندد لو الحاله سيفي ومحتاج ان انا اوصل لباب الدياجنوزس، مش هستنى بقى اعمل الاكزامينيشن بتاعي ده او اعمل الطرق اللي قبل ده. تمام، يبقى احنا اتكلمنا على 3 كومون اورجانيزمز او كومون باثوجين، 2 فيروسز انفولفد معانا في قصه الجي اي تي انفكشن بتاعتنا اللي هم الهيباتايتس اي فيروس والهيباتايتس اي فيروس، وبكتيريا من عيله البايوكيت اللي هي الليبتوس فايرال كوزنج الليبتوس بايوزس او الفايرال ديزيز او الانفكشن جوندس، ده نفس المسمى لنفس المرض.